وين رانا نوجدوا هذه المقابله تاع السي ار بي؟ وما يخفاش عليك وين خسرنا في جهاز كاز، خسرنا مع بارادو، وين لي جوار داروا كاع عليهم ما كتبتش، ومام في لاكوب اليمينينا وين سمعت وراهم كانوا شويه ان بو فولونتير علينا. بون حنا هذه المقابله تاع السي ار بي هي تكون مصيريه باش نجيبوا لي 3 بوان ان شاء الله. بهاد لي 3 بوان ديكالو ان بو على لي راه مورانا ان شاء الله بربي يكون فيها خير ان شاء الله نهار السبت. بون كيما راكم تشوفوا رانا التدريبات راه حتى جاي في ظروف جيده، ورانا بريباريو المقابله هذه تاع السي ار بي، والمقابله ماشي راح تكون سهله الحمد لله. راهو لي جوار واعيين بالمسؤوليه هذه اللي تنتظرنا، ان شاء الله نكونوا يد واحده ان شاء الله ونربحوا المقابله باي صفه. الحمد لله كيما راكم تشوفوا ثاني لي جوار، معظم لي جوار راهم بري ان شاء الله نكونوا لوتر ان شاء الله نهار المقابله ان شاء الله. تي فيري كو المقابله راح نلعبوا هذا بلاش جمهور، احنا تمنينا يكون الجمهور تاعنا وين يمد لنا السند في المقابله ويمد لنا دفع معنوي. ان شاء الله حنايا نكونوا ان شاء الله في يومنا ونحققوا ثلاث نقاط ان شاء الله. السلام عليكم. نظن باللي التعثر تاع المقابله الاخيره تاع الكاس ضد فريق جمعيه وهران نظن باللي كان تعثر صعب ومر في نفس الوقت. نظن باللي احنا كنا رايحين بنديروا نتيجه ايجابيه. نظن في هذيك المقابله الحظ ما ساعدناش بزاف. كي تشوف المقابله الشوط الاول عده فرص ضيعناهم، كنا نجموا نسجلوا نقضوا المقابله في الشوط الاول. نظن باللي عدم التسرع وعدم التركيز شويه اثر على اللاعبين. الشوط الثاني هما دخلوا بكل قوه سجلوا علينا ابار مخالفه. نظن باللي هذه هي كره القدم، واحد يفول اكسبتي. ان شاء الله نتمو نخدموا هكا بنحضروا المقابلات الجايين، والهدف تاعنا هو بوكو بليس سيلوماتيان في الشامبيونا. ان شاء الله نحضروا المقابلات اللي جايين بكل جديه مع دخول اللاعبين المصابين. نظن حيعطوا دفع كبير للفريق. ان شاء الله نكونوا في المستوى ونفرحوا الانصار تاعنا ونديروا كل ما في وسعنا ان شاء الله بنحسنوا الترتيب تاع الفريق ان شاء الله. ما نكذبش عليك، حنا كنا نتمنوا باللي الانصار تاعنا يكونوا معنا ويساندونا ويقفوا معنا. نظن باللي ربي ما كتبش ان شاء الله، نوعدهم ان شاء الله ونفاتوفير ان شاء الله بنديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله.